ضروعا مش مهم مين. لما بنطلب الأكل مش مهم مين اللي موصل لنا الأكل ده، المهم طعم الأكل إيه. وهيفيدنا ولا يضرنا. علشان كده لما نسمع حد بيتكلم عن ربنا مش مهم هو مين ولا بيعمل ايه، المهم ربنا عايز يقول ايه. الكتاب بيحكي عن بلعام اللي مش بس كان راجل نيته شر، لكن كمان كان مقرر يلعن شعب الله. كان كل ما يحاول يلعن شعب الله ربنا كان بيخليه يباركهم. علشان كده استعد تستقبل صوت ربنا في أي وقت ومع أي حد.